لا ما عليك، لا يحل دوم ان شاء الله او يوم. اي جدة سولفي بالموضوع. تسمعين؟ سولفي بالموضوع. اه سولفي بالموضوع. الموضوع وشو الموضوع؟ يعني الناس الناس ما خلوا حدا معكم. اشهد بالله يقول ما عندهم يا زين رحمة ولا احساس، ما واحد قبل وقبلك حكوه، ما في ما يسكتوا صح، ما يعجبهم شيء، ما يخلون حد، حتى الناس حتى اللي بقبره حكوه. لا اللي بقبره يطلع غلا، اذا مات الانسان طلع غلا. لا لا والله يحتسون لو هو ميت، ما يخلونه لو هو ميت، يحتسون بو يحتسون بو يحتسون. ما اصبر اصبر يا جدة اصبر. الحين في ناس وهو حي يسبونه يلعنونه يشتمونه، واذا مات قالوا الله يرحمه، قاموا يا مال الجد، قاموا يبتسون عليه يا مال الجد. في واحد اعرفه ما يسلم على اخوه، يوم مات اخوه يمسح سنتين ما يسلم على اخوه. يا رب يا كريم عفوك يا الله. شوفي بقول شيء واحد، الناس لو يحتون لا تسمح حدشها ازرقها ازرقهم، تبي تعيش لا تسمع كلام الناس، اضحك واستانس وفلها ولا يقولون خلهم يقولون لا بيجي. صح ابد ما عليك منهم، ما عليك منهم، والناس اصلا ما يحتون عليك، صرت ما انت احسن منهم، ما يحتون عليك يا ما تصير احسن منهم، يقعدون يقطعونك بالحج ويحطون بقشين مصر. ما وسع وسع حبايبي، وسع ضميرك ولا تشيل هم.